بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. في الأول بشكر كل من بيتابع قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع من خلال اللايك والشير والمنشن والتعليقات الجميلة، واللي بنحب نشوفها من حضراتكم دايما، واللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يفعل الجرس ويشترك في القناة عشان يوصله كل ما هو جديد. إن شاء الله النهاردة معانا كل ما هو جديد، معانا كتاب الإكسلانس منزل برضه تمهيدي لأولى إعدادي زيه زي الجم زيه زي المعاصر بس بطريقة مختلفة. نشكر الإكسلانس على المحتوى اللي هو منزله ده. إن شاء الله هسيب لحضراتكم في صندوق الوصف الملف ده، عبارة عن PDF للرجوع ليه. ممكن حضرتك تضغط على صندوق الوصف تلاقي الملف ده عبارة عن PDF، تفتحه وتراجع معايا اللي احنا هنشرحه إن شاء الله. معانا في Get Ready في الإكسلانس زي ما حضراتكم شايفين، معانا أول شيء الإكسلانس جايبه بيراجع هنا على الأزمنة التنسز. معانا أول زمن اسمه Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط. زي ما حضراتكم عارفين المضارع البسيط ده بيعبر عن habits، عادات، يا إما روتين يا إما أحداث متكرر. زي حضراتكم أول جملة بيتكلم على الهابتس، العادات، الروتينز and the repeated actions، والأحداث مين؟ المتكررة. زي يقول لك أسماء gets up early، تستيقظ مبكرا every day. فعل يستيقظ ده جيب زمن الـ present simple المضارع البسيط لأنه بيعبر عن habit. أما كمان بيعبر زمن المضارع البسيط عن general traces or factors، يعني الحقائق الثابتة أو الحقائق العلمية، زي ووتر الماء boils يغلي at 100 degrees، عند 100 درجة مئوية. فكلمة boils يغلي دي جت في زمن المضارع البسيط لأنها عبرت عن اللي هي الفاكت أو general trust. بعد كده المضارع البسيط بيعبر عن ال programs and the timetables، البرامج والجدول المواعيد. يعني أما أقول the train القطار to Cairo إلى القاهرة leaves يغادر، ففعل يغادر ده at 6 a.m. الساعة السادسة صباحا every day. تمام، ففعل leaves يغادر ده جيب زمن المضارع البسيط لأنه عبر عن حاجة اسمها time table أو ال programs، البرنامج اللي موجود للقطارات. أما الفورم بتاعه أو الشكل أو التكوين بيتكون زمن المضارع البسيط من حاجة من الاتنين، يا إما حاجة اسمها infinitive، يا إما ال infinitive ده نزود له s أو es أو is. طب إمتى نجيب ال infinitive الفعل في المصدر؟ وامتى نجيب الانفينيتيف نزود له اس او اي اس او اي اس؟ بجيب الانفينيتيف مع الضمائر اي وبي وزي ويو والاسم الجامع اللي هو البلورال ناونز، زي حضراتكم زي ما انتم شايفين في المثال اللي هو جايبه ده اي ايت بينز افري داي. فكلمه ايت جيب زمن المضارع البسيط لانه هنا بيعبر عن عاده هو بيعملها ومع الاي مش بضيف اي اضافات للفعل. We usually عادة watch TV، بنشاهد التلفاز at night. فكلمة watch نفس الكلام جت في زمن المضارع مع الوي مش هنضيف أي إضافات للفعل، ده اسمه الفعل فين؟ في المصدر. يعني إيه فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون إضافات يا جماعة. أما الفعل مزود له إس أو إس مع الضمائر هي وشي وات واسم مفرد اللي هو السنجلر ناوت. سيقول he always cleans his room. فكلمة cleans ده مضارع بسيط جيت مع الهي ضفت اس للفعل. تمام، she often plays with her toys. فكلمة she ضفنا الاس لمين؟ للفعل. تبقى plays ضفنا اس في زمن المضارع البسيط. طيب حضراتكم سؤال، ايه هو امتى نضيف اس للفعل وامتى نضيف اي اس وامتى نضيف اي اس؟ بنضيف اي اس للفعل اذا الفعل انتهى ب او او اكس او زي او سي اتش او اس اتش او اس اس، زي كلمة باس آخرها اس اس زود لها اي اس تبقى باسز، واش آخرها اس اتش تبقى واشز، كلمة واتش آخرها سي اتش تبقى واتشز، كلمة ماكس آخرها اكس تبقى ماكسز، كلمة جول تبقى جولز، كلمة باز انت خدتها في سنة ستة بازز. يبقى دي اذا كان الفعل اخره او او اكس او اس اتش او سي اتش او اس اس او زي بنضيف لها اي اس. تمام، خلي بالك كمان امتى تزود اي اس للفعل.
بنضاف يس للفيرب عند حالتين، إذا انتهت بحرف كونسونانت حرف ساكن، وإذا انتهت قبلها فاول حرف متحرك. إذا انتهت بالواو قبلها كونسونانت حرف ساكن بعمل إيه؟ بقلب الواي دي إلى إيه؟ أي إي إس مع الهي والشي والآت والاسم المفرد. زي كلمة ستادي شايفينها حضراتكم آخرها واي فضفت لها أي إي إس قلبت الواي دي إلى أي إي إس. كلمة ماري آخرها واي قلبت الواي دي إلى إيه؟ أي إي إس تبقى مارز. أما كلمة بلاي آخرها واي قبلها حرف متحرك، إيه هما الحروف المتحركة؟ الـ A والـ I والـ O والـ U والـ E. كلمة say آخرها واي قبلها حرف متحرك بضيف لها اس المضارعة مش اس الجمع يا جماعة، يعني هنا بتعامل مع الأفعال وليس الأسماء. ده بالنسبة لحالة الإثبات. أما في حالة النيجاتيف، في حالة النفي، بنفي بطريقتين، يا إما بدونت يا إما بدازنت، والاتنين دول بمعنى لا. بس في فرق، don't بتيجي مع الضمائر I و we و they و you واسم الجمع، أما does not أو doesn't بتيجي مع ال he وال she وال it والاسم المفرد. زي أقول I don't like fish، فلاحظ كده إني جبت كلمة don't عشان هنا الفاعل عندي I. they don't play football، فجبت كلمة don't عشان الفاعل عندي they. أما لو قلت he أقول he doesn't، فجبت كلمة doesn't عشان ال he. she او she doesn't. تمام. في طريقه كمان يا جماعه للنفي، هي كلمه never. طب ايه الفرق ما بين never وكلمه doesn't؟ never بتقول للفعل وراه مع الهي والشي والضيف اس براحتك. يعني المثال ده لما اقول she doesn't eat fish، لو انا شلت doesn't وحطيت مكانها كلمه never اقول eats. تمام. اما في صيغه الاستفهام عشان اعمل سؤال بهل، بعمله يا اما بدو يا اما بدز، وزي ما انا قلت لحضراتكم زيها زي النفي، دو مع الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع، ودز مع الهي والشي والات والاسم المفرد، ثم الفعل في المصدر في كلتا الحالتين. زي اقول دو يو بلاي فوتبول، يس اي دو، او نو اي دونت. دز شي بلاي فوتبول، يس شي دز، او نو شي دز. بعد كده عندنا ازاي نعمل سؤال ب دبليو اتش، عشان نجيب دبليو اتش نعمل اي دبليو اتش، نجيب وراها يا اما دو يا اما داز، ثم الفاعل، ثم الفعل فين؟ في المصدر. زي مثال هنقول ونقول when do they play football، يبقى لما اجي اجاوب عليها هشرب اداه الاستفهام والفعل المساعد واقول they او I، لو انا بتكلم عن you تبقى I play football. لو قلت when does he play هشرب نفس الكلام when واشرب does واقول he plays اضيف اس للفعل. عندك كمان المضارع البسيط زيه زي أزمنة كتير، في كلمات بتدل عليه الناس بتعرفها كويس، هي زي كلمة every، يعني every كل، every day كل يوم، every week كل أسبوع، every month كل شهر، every year كل عام، every morning كل صباح. ما شاء الله الإكسلانس متوسع شوية في الزمن ده، وجايب كل حاجة مش سايب ثغرة قدامك في الكتيب اللي هو منزله. عندك كمان كلمة in the morning في الصباح، كلمة in the afternoon في وقت الظهيرة، in the evening في المساء، at night في المساء. عندي كمان بتستخدم كمان on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays. كمان بنستخدم زمن المضارع البسيط مع كلمة ظروف التكرار اللي هي adverbs of frequency، always دائما، usually عادة، sometimes أحيانا، often غالبا، rarely نادرا، scarcely نادرا، وكلمة seldom برضو نادرا، whenever أبدا، وfrequently وoccasionally وإلى آخره. عندي كمان ظروف التكرار دي لازم حضراتكم تعرفوها كويس. عندك إذا كان عندك I ده الفعل وبلاي ده الفعل الأساسي، فظرف التكرار جه فين؟ في وسط الجملة، يبقى بيجي بعد قبل مين؟ قبل الفعل وبعد الفعل. أقول she never helps، فكلمة never جت فين؟ قبل الفعل. أما عندي كمان شوية نوتس ملاحظات في زمن المضارع البسيط، ركز كده في الملاحظات اللي هو جايبها في الإكسلانس. جايب لك إن الفيربس adverbs of frequency before the main verb، زي ما أنا قلت لحضراتكم من شوية، بتيجي قبل الفعل الأساسي، يعني قبل الفعل الأساسي زي visit، drink، wash، play، go، أي فعل أساسي. زي أقول we sometimes watch TV، فكلمة sometimes هنا جيت بعد الفعل وقبل الفعل الأساسي. اما النقطه اللي بعد كده تستخدم ظروف التكرار بعد الفيرب تو بي. ايه الفيرب تو بي ده؟ اللي هو يا اما ام
يا إما is يا إما are. تيجي بعدهم وليست قبلهم زي المين فيرب. زي أول سامة is always on time. كمان عندك نقطة وجايب لك عليها ومركز عليها. We also use adverbs of frequency after the modal verbs. بعد الأفعال الناقصة. إيه هي الأفعال الناقصة دي؟ اللي هي كلمة كان وكلمة could وشال وشد ومي ومايت. تمام؟ زي أقول I can never swim alone. فهنا كلمة never أتت فين؟ بعد المودل فيربس وليست قبل المودل فيربس. كمان من الحاجات الجميلة جدا اللي ركز فيها الإكسلنس إنه جايب لك سؤال جميل جدا كان موجود قبل كده بس اتلغى اسمه rewrite. أعد صياغة الجملة بدون ما تغير في معنى الجملة. الجملة الأولى ركز معايا في الحل بتاعها I meet my friends many times. أنا بقابل أصدقائي عدة مرات. عايز أقول often غالبا. فكلمة often غالبا دي بتساوي إيه في الجملة؟ many times. فهضطر أشطب many times وأحط often. بس لازم أحط often في المكان الصحيح بتاعها. زي ما أنا قلت لحضراتكم إن هي بتيجي ما بين الفعل والفعل الأساسي يبقى I often many meet my friends. بعد كده she doesn't play chess at all. فكلمة النفي doesn't مع كلمة at all بتساوي كلمة never. بس لاحظ كده ان انت هتحط never فين. She never plays chess. وخلي بالك ان انا هنا ضفت s لان انا سايل من شوية ان الفعل she مع he وشي وات واسمه مفرد مع never بضيف s عادي. مفيش مشكلة. كمان he watches TV from time to time. عندي كمان كلمة from time to time دي بتساوي كلمة sometimes أحيانا. فهشيل كلمة from time to time وأحط sometimes. أحطها فين؟ قبل الفعل. يبقى he sometimes watches TV. كمان النقطة اللي بعد كده he never plays tennis. عايز استخدم كلمة not يعني عايز استخدم does not أو do not. هنبص هنا للجملة ونقول إن الهي هتاخد does. يبقى هنعمل إيه؟ هنشيل كلمة never وهنشيل الاس يا جماعه محدش ينسى الكلام ده. يبقى هي داز نوت او دازنت ليترز. بعد كده شي رايتس ستوريز هي بتكتب قصص اول ذا تايم طوال الوقت. فكلمه اول ذا تايم دي بتساوي اولويز. ده سؤال جميل جدا وممتع جدا لحضراتكم ركزتوا معايا للنهايه. هكتب كلمه اول ذا تايم ونحط مكانها اولويز. بس هحط اولويز فين؟ بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ قبل الفعل وبعد الفعل. بعد كده ناخد براكتس واجيبه لك. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. I usually عادة not to work العمل by train. خلي بالك كويس كده ان ال I مش هنضيف اي اضافات للفعل تبقى كلمة go. بعد كده we're not احمد leave. هنا leave ده الفعل في المصدر. تمام؟ واحمد ده مفرد. والمفرد هياخد do ولا ياخد does؟ ياخد does. بعد كده Yara not her uniform. السي بتاعها before she goes قبل ما تذهب to school المدرسة every day كل يوم. لاحظ كده ان كلمة يارا ده مفرد والمفرد هنزود اس للفعل تبقى كلمة wears. يار تاني. بعد كده which sport اي رياضة not you like to do. لاحظ هنا اليو تاخد دو ولا تاخد does؟ تاخد دو. بعد كده يوسف usual عادة not to work by bus. يوسف ده مفرد والمفرد ده هنزود اس للفعل تبقى نستخدم كلمة goes يذهب. بعد كده he not his car السيارة بتاعته every weekend كل نهاية أسبوع. لاحظ كده إن هنا مع ال he بنضيف s للفعل تبقى كلمة washes يعني يغسل. بعد كده not زياد at home now. لاحظ كده إن كلمة زياد ده إيه مفرد وكمان هنا جايب لك هنا إيه ما يوش جايب لك فعل بعد زياد يبقى ما ينفعش أستخدم ال verb to do اللي هو do ولا does ولا did. ما اللي أعمل إيه؟ أستخدم حاجة اسمها ال verb to be اللي هو am is are. زياد ده مفرد ياخد اس. بعد كده سارة never not at school late متأخر. خلي بالك هنا من كلمة never. never نفي زيها زي doesn't بس مع الهي والشي والات بنضيف اس مفيش مشكلة خالص تبقى كلمة arrives. بعد كده روز not three languages ثلاث لغات. روز ده مفرد والمفرد بنزود اس للفعل يبقى معانا speaks. بعد كده سارة بلايز بتعزف على البيانو. نعم انا عايز هنا مضارع بسيط يبقى هنا عايز ظروف التكرار ولا هنا عايز يستخدم ايه؟ ساره بلايز بتعزف على البيانو بشكل جميل بيوتيفولي. لاحظ كده ان ده اسمه ظرف او حال اسمه adverb والظرف والحال ده غالبا بنسبه كبيره جدا بيبقى اخره الواي. بعد كده
This is a not driver. هذا سائق حريص. كلمة careful. ما استخدمناش هنا careful ليه؟ عشان هنا اسم. وهنا اللي بيجي يسبق الاسم هو الصفة وليس الظرف ولا الحال. وزي ما قلت لحضراتكم ان الظرف والحال اخره ال-y. بعد كده smoking التدخين is a not habit. عادة سيئة تبقى bad. وكمان كلمة bad من الكلمات اللي بتمشي صفات وتمشي احوال. بس اذا وصفت الاسم فهي صفة واذا وصفت الفعل فهي ظرف وحال. بعد كده زياد درايفز بيقود تو اكيد بسرعة جدا fast. نفس الكلام كلمة fast بتمشي صفة وتمشي حال زي ما انا قلت لحضراتكم فيما سبق. The team الفريق played بيلعب not and lost the match. فقر المباراة. طالما فقر المباراة يبقى بيلعب بصورة سيئة. يبقى played ايه؟ bad. يبقى played اسف badly بصورة سيئة لان هنا وصف الفعل. وطالما وصف الفعل يبقى ده اسمه ظرف وحال. بعد كده please من فضلك listen اسمع بحرص وعناية. listen carefully. فهنا كلمة carefully ظرف وحال وصفت الفعل وليس الاسم. بعد كده complete كمل انت متعود عليه من سنة رابعة وسنة خمسة وستة. complete the sentence كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. بيقول لك ندى درو رسمت the picture الصورة دي بصورة ايه؟ سريعة جدا. يبقى كلمة quickly هنزود ايه يا جماعة؟ اللي واي عشان تبقى ظرف وحال. بعد كده teachers المدرسين work بيعملوا بجد يبقى hard. كمان كلمة hard دي من الكلمات اللي بتمشي صفات وتمشي أحوال. زي ما انا قلت لحضراتكم اذا وصفت الاسم فهي صفه واذا وصفت الفعل فهي ظرف وحال. بعد كده ضيف الحياه ان نيويورك في مدينه نيويورك از فيري اكيد هنا اكسايتنج مثيره. بعد كده ماي وايفز زوجتي انوار كوك طباخه جيده. فهنا كلمه كوك دي اسم. ايه اللي بيجي قبل الاسم؟ الصفه وليس الظرف ولا الحال. بعد كده مريم not late for school. هنا عايز يستخدم هنا verb to be يا إما إما am يا إما is يا إما are. طب الظرف والتكرار اللي هو sometimes ده هيجي قبل ال verb to be ولا بعد ال verb to be؟ هيجي بعد ال verb to be يبقى is sometimes. بعد كده the train القطار to Alexandria الإسكندرية not this station هذه المحطة at 3:50. خلي بالك زي ما احنا قلنا فيما سبق ان ده اسمه جدول مواعيد وجدول مواعيد او جدول زمني يبقى لازم نستخدم المضارع البسيط. The train ده مفرد يبقى leaves. بعد كده علي not late متأخر for school للمدرسة. هنا جايب لك بين قوسين sometimes is. لسه قايلين دلوقتي ان الظرف التكرار بيجي بعد الفيرب تو بي وليست قبله يبقى is sometimes. بعد كده not يوسف leave in Giza. No, he lives in Cairo. خلي بالك كده كلمة يوسف ده مفرد والمفرد ده هياخد السؤال بهل يا إما do يا إما does. طب يوسف ده مفرد ياخد does. بعد كده my friends أصدقائي not on a picnic في نزهة خلوية every month كل شهر. فلاحظ كده my friends ده جمع. طب والجمع ده مش هنضيف اس للفعل ولا هنضيفش؟ مش هنضيف لحاجة يبقى go. هاني not his car السيارة بتاعته every day. every day من علامات زمن المضارع البسيط. وهنا جايب لك بين قوسين كلمة not يعني عايز النفي. طب هاني ده مفرد ياخد doesn't يبقى doesn't wash. طب ممكن ننفيها بطريقة تانية يا جماعة؟ ممكن نقول never washes. بعد كده my parents والدي my parents والدي not بين قوسين not eat meat. خلي بالك ان my parents دي جمع الجمع ده هيتنفى بكلمة don't يبقى don't eat. بعد كده what time ما الوقت نقط the lesson start. هنا start ده الفعل في المصدر والlesson ده مفرد. الlesson ده ياخد دول ياخد does ياخد does. بعد كده they not in Australia في استراليا مع ازاي بنضيف اس ولا ما بنضيفش؟ مش هنضيف اي اضافات تبقى leave. بعد كده زياد doesn't not to work every day. فلاحظ ان كلمة doesn't و don't بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر يبقى كلمة won't. بعد كده سلمى not her uncle very often. هو هنا عايز يستخدم ال not يعني النفي. طب سلمى دي مفرد يبقى هننفيها بكلمة doesn't. والفعل هو جايبه لك اهو visit يبقى doesn't visit.
بعد كده معانا السؤال اللي انا قلت لحضراتكم جميل جدا، اللي هو الريرايت، اعد صياغه الجمله بدون ما تغير في معنى الجمله. He is always late. عايز اقول comes. خلي بالك هنا كلمه comes هنا ده فعل اساسي، وهنا is ده verb to be. ده اول نقطه لازم تعرفها. عندي كمان كلمه always هتقابلنا. طب always دي كانت هنا بعد الverb to be، لما احط comes هنا هتبقى شكلها ازاي؟ بصوا حضراتكم، he always comes late. ايه اللي حصل؟ ان انا جبت ظرف التكرار ده بعد المين؟ الفعل الاساسي، لا قبل الفعل الاساسي للاسف. بعد كده the arrival، الوصول of the train is at 6 o'clock، في الساعه السادسه. ده معناه عايز استخدم the train، القطار، ان القطار بيصل الساعه السادسه. يبقى نقول the train، هو جايبها لك اصلا كابيتال اهو، يبقى the train يعني عايزها في الاول. the train، وهنا arrival ده الاسم، عايز اجيب من الفعل اللي هو arrive. طب مع المفرد بنزود اس، يبقى arrives at 6 o'clock. بعد كده my friend، صديقي ليوز بيعيش الناصر سيتي، عايز اقول وير، اين، يبقى اين يبقى وير. جميل. بعد كده زي ما انا قلت لحضراتكم ازاي بنعمل سؤال اداه استفهام، وهنا عندي اس يبقى الفعل المساعد معانا does، لان احنا بنتكلم في زمن المضارع. وعندي الفعل my friend احوله الى my friend، والفعل الاساسي اللي هو ليو، وهشيل ناصر سيتي لان وير بتسال عن المكان. بعد كده she doesn't carry heavy bags، هشطب كلمه doesn't واحط مكانها never، بس خلي بالك من اللي هيحصل دلوقتي. she never، قلنا مع never كان الفعل شي، بعمل ايه؟ بنضيف اس للفعل. طب الفعل ده اخره واي، قبله حرف ساكن يقلب الواي الى اي اس، يبقى carries heavy bags. بعد كده بيقول لك my habit يعني عادتي to have an hour، ان انا اخد نص ساعه walk، امشي in the morning، في الصباح. فخلي بالك كده ان انا هستخدم هنا اي عاده عشان my، هشطب my habit is، وهستخدم ظرف التكرار اللي هو جايبه لي I usually. طب عندي كده الفعل اللي هو walk، يبقى I usually walk in the morning.